لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك وهدمت حر الرسول الكريم لأهل عمان. العماني تعرف أنت طيب، الشعب العماني كله طيب. دولة نادرا ما تسمع عنها في الأخبار والسوشيال ميديا، بعيدة كل البعد عن أعين العالم، تعيش في عالمها الخاص، تأخذ دائما دور المحايد، شعبها مسالم وطيب. غالبا ما تبدو هذه الدولة وكأنك في حكاية خيالية، فعمان أرض من قصص ألف ليلة وليلة، موطن سندباد البحري مليئة بالسحر والألغاز، مملكة العطور والألوان، بلد يعيش تقاليده ومتمسك بأصالته إلى يومنا هذا. ما وصلنا لسوق مطرح، واحد من الاسواق يعني السياحيه. ماكش قاعد تبان زعما هكا محلي ولا كتبان سائح 100%. جماعه راني بان سائح ومن هذوك السياح اللي عندهم الدراهم، هذوك الامريكان وكاع اللي يجي سياح. الان راح ندخلوا سوق مطرح، اول حاجه راح نديروها في عمان، راح نديرها في عمان. ما واجدين باش تشوفوني باللبس العماني؟ يلا بسم الله. فين انت عماني؟ الحين عماني ها؟ عماني. اعطيني شويه لهجه، اعطيني شويه لهجه عمانيه. لهجه عمانيه تريد؟ يا خلا وين نروح الحين؟ خلا وين نروح الحين؟ خلا نروح نتمشى. خلا نروح خلا. خلا انت جاهزين يعني؟ انت جاهزين يعني؟ ايوه. بغيت نقول باللي جميله شت بلده هادئه كيما هاك، شغل ها انا في سوق وما كاش ما كاش الحس. صح، واحد الهدوء في هذه الدوله. هذه اول شيء لاحظتها انا وآية، انه دوله هادئه جدا، هادئه هاديه هاديه. اسمع حاجه غريبه، لان عندنا الامانه انت تقدر تمشي اي وقت بالليل وحدك. ايوه تقدر تمشي وحدك بالليل وهذا، ما حد يؤذيك، ما حد يؤذيك. مرحبا بكم في عمان وفي مسقط وبالتحديد في مطرح. جماعة أول شيء لاحظته في هذه المدينة وأي واحد يدخل راح يلاحظه، الميناء الصغير واللي كاين سوق مطرح يعني الشهير، أقدم أسواق عمان واللي شرينا منه اللبس العماني. لكن جماعة أول حاجة راح نقولها لكم على عمان أنها مدينة هادئة جدا، يعني تحس فيها الهدوء، السلام، الأمان، طمأنينة، وهذا الشيء راح تلاحظه يعني مباشرة بعد وصولك إلى عمان. ومعلومة أخرى على عمان، هي من الدول التي لا يوجد فيها مباني شاهقة، يعني رانا في العاصمة يعني ما تشوفش مبنى أكثر من 8 طوابق، ما تشوفش يعني ممنوع في عمان. في كل مسقط تقريبا راح نويكم أطول مبنى فيها، واللي هو هذا مبنى الشيراطون حوالي 50 متر، يعني تخيلوا هذا أطول مبنى هنا في مسقط، يعني ويطالب سكان مسقط يطالبوا باش تكون حاجة كبيرة شامخة اللي تبين مسقط، لأن شخصيا أراها مدينة جميلة هكذا، مدينة هادئة، ما فيهاش هذاك السخف تاع العمارات وتاع السيارات، فهذا هو أطول مبنى في مسقط حوالي 50 متر، مبنى الشيراطون. فلهذا تشوف المدينة يعني سهلة وبسيطة، حتى شعبها سهل وبسيط. هذا أول انطباع لي على مدينة عمان، مازال راح نتوغلوا فيها ونكتشفوها يعني من الجنوب إلى الشمال إن شاء الله. راني مع أخي وصديقي محمد، يعني أول شخص عرفت عليه في عمان ما شاء الله، أطيب الناس. شو قلت لي على كيفاش راني؟ ما شاء الله مطقم الألوان، الدشداشة مع الكمة، هذه يسموها الكمة. هذه الكمة؟ هذه الكمة. وهذه؟ هذه الدشداشة. والله ما أعرف لبستهم فقط. ما شاء الله ولون جميل. قال لي ملاحظة، قال لي أنه لازم لما تلبس حاجة ملونة لازم يعني تطقم، يكون تطقم يعني تطقيم، يعني نفس اللون يعني. نفس اللون. أما الأبيض عادي، الأبيض يكون الكمة مثلا عادي. كمة. في بعض الأوقات بتحصل الأبيض فيها ألوان في النص. شتها أيوة. في النص. إذا كانت البيضة ملونة فالطقم لازم الطقم. أيوة. مش على الأقل الألوان تكون متقاربة يعني. وهذا الشيء يعني اللي شفته أنا مشترك هذا. هذه والله أنا ما أعرف اسمها. بس هي في كل كيف اسمها؟ دشداشة. دشداشة في كل دشداشة. هذا نفس ما تقول الرمز للزي العماني. وهذا هو الرمز يعني. تشوف هذه أعرف اللي زي العماني. ولعلمكم ومن الأشياء الجميلة جدا في اللبس العماني، وعلى غرار أنه جميل ومسطور وموحد، فهو يلبس كل يوم وليس فقط في الأعياد المناسبة، وهذا ما بهرني فعلا. حتى صديقي لما شفته بدون لباس عماني استغربت، لأنه كل يوم كان يلبس الزي العماني. السلام عليكم. السلام.
شوفوا رامي يقسموا في هذا التمر مجانا يعني. طريق لاكورنيش. شكرا. قهوة عربية. أيوة. عمانية أصلية. عمانية أصلية، شكرا. حقيقة عشتها ولم أسمع عنها وسأؤكدها لك، هي أن الشعب العماني من أكثر الشعوب طيبة وضيافة وترحيبا بزواره. ما شاء الله، يعني في كل مدينة نروح لها يستضيفونا ويضيفونا، جزاهم الله خير. قال لازم تجلسوا. شوف تعال. ومن السهولة جدا أن يستقدموا غريبا إلى منازلهم ويعرضون عليك القهوة والتمور والفواكه، ما يسمى بالفول أو الفولة أو الفوالة. الفوالة. وش معناتها الفوالة؟ يا بيت نعرفكم بشيء. أولا أنا في ضيافة هنايا ما شاء الله عند في بيت عماني عند أبو جازم محمد، فراح يعرفنا بشيء اللي هو كيسمى تاري؟ فوالة يعني القهوة، اللي هو لما يجي ضيف معنا نسوي له فوالة. 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 وهي لازم تكون هكا بالفواكه ولا؟ بالفواكه والقهوة والتمر. السح نحن نسميه السح. نعم. غنم جماعة تعلمت كلمة اللي هي اهبش يعني. أيوة. أكل أخذ أخذ. أيوة. اهبش. ها اهبش اهبش. أيوة. وإيش كلمة أخرى؟ غنم. غنم إيش معناها؟ قهوة. قهوة يصب. صب لي قهوة. هي يعني. غنم قهوة. غنم القهوة. معناها صب القهوة. غنم اهبش. اهبش اهبش السح. السح تقال وتمر. بتغسل يدك خفيف يعني. خفيفة. ها يعني زي يبدي كبير السن. كبير السن. ها وبعدين ضيوف. بعدين لازم وشيل الماء يمنش الواحد أصغر واحد فينا. أها. هو اللي يشيل الماء يدور عليهم عشان يغسل يده. وهو اللي يغنم. هو اللي يغنم. هو اللي يغنم. أجعل هذا الوطن آمنا مستقرا وجنبه كل مكروه وأصدق عليه من عبير خيرك الوفير. وعالم الله السير على لحمه وإكمال ما أراد تحقيقه لهذا الشعب. صباح الخير عليكم. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الخير لكم. صباح الخير عليكم من هذا المكان اللي تقدم تاني تزوروه اللي هو جوهرة الشرق. هكا جوهرة الشرق. جوهرة الشاطئ. جوهرة الشاطئ اللي جاي في شاطئ القرم، وهذا شاطئ القرم يعتبر من الشواطئ العمومية والشعبية اللي الناس تجي فيه وتقعد هنا. شوف الشاطئ طويل جدا، فيديروا بزاف أكتيفيتيز يعني نشاطات في الشاطئ. والمكان يعني شغل ساحل عمان يبلغ حوالي 3000 كيلومتر، وساحل الجزائر يبلغ حوالي 1200 كيلومتر. فتمنيت انه تكون على الساحل يكونوا كيما هكا كوفيهات هكا شوب، يعني كيما انا قاعدين انا وصديقي محمد. فراح نبدو نهارنا من هذا المكان. فما شاء الله مكان جميل جدا يعني، والهواء ونسبه الهواء هذا تاع البحر ما شاء الله. رانا نتمشوا هنا في شاطئ القرم اللي قلت لكم شاطئ طويل جدا، وال يعني هذا هو اللي يجعل عمان يعني محل انظار يعني جميع اي محتل باغي عمان، يعني هذا اللي يجعل عمان محل اطماع جميع البلدان يعني المستعمره. فلطول ساحلها يعني تخيلوا 3000 كيلومتر واكثر ممكن يعني، فلهذا تشوف القلاع كثيره هنا في عمان للحراسه يعني لسبب امني بحت. اذا هذه الاطلاله من الفوق على مطرح. شوف ما شاء الله الساحل جميل جميل جدا. مسجد السلطان قابوس الاكبر من اجمل مساجد مشي عمان، وانما من اجمل مساجد العالم. استغرق بناؤه حوالي 6 سنوات، يعني هذه التحفة المعمارية دات لهم 6 سنوات لبنائه. بني قبل 23 سنة. من التحف المعمارية وعجوبة من عجائب عمان. إذا راح تشوفوا هذه المآذن الخارجية، كاين واحدة منا واحدة منا، حوالي يوجد 5 مآذن يعني من طراز العباسي محاطة في المسجد. وأيضا يوجد هذه القبة الذهبية اللي تشوفوها، لكن الأجمل فيها أنه داخل المسجد يعني يعني لو تلاحظوا كلما دخلنا وتوغلنا المسجد كلما زادت التصاميم، زادت الزخرفات، زادت الكتابات هذه تاع الآيات القرآنية، كلما دخلنا أكثر. طريق الفسيفساء جمعت عدة فنون وثقافات إسلامية من كل أنحاء العالم. إيراني، فن تيموري إسلامي، زخرفة إسلامية معاصرة. وراح تشوفوا البلاط يعني مش عبثا موضوع هكا، وإنما موضوع متجه نحو القبلة، يعني كل بلاطة صغيرة متجهة نحو القبلة. اللي شفناه هو خارج المسجد، أما داخل المسجد حكاية أخرى. يوجد شيئين راح نشوفهم اللي هو السجاد، يعني السجاد من إيران، وهو ثاني أضخم سجاد في العالم. الجميل في السجاد أنه قطعة واحدة، يعني ما راح تشوف تقطعات، وإنما قطعة واحدة يعني تغطي كل المسجد. فيها أكثر من 21 لون، فيها أكثر من 11 طن يعني الوزن تاعها تقريبا.
استغرقت خياطته حوالي 27 شهر، يعني الناس خيطاتها هنا مباشرة. الطرية هذه لكم تشوفوا فيها هي ثاني أكبر طرية في العالم، فيها حوالي الوزن تاعها 8 طن والطول تاعها حوالي 18 متر. مرحبا بكم في قصر العالم، هذا المكان الملكي اللي يستقبل فيه السلطان ووزراءه. وراكم تشوفوا هذه الساحه طويله، فهي الساحه يعني يديروا فيها العروض مثلا في الاعياد، يجوا يتجمعوا هنا كامل العمانيين. وتقريبا هذا المكان محاط بالوزارات الخارجيه ومحاط بالاشياء الحكوميه. روح ابو جاسم روح. يلا حركات، شو هالحركات يا ابو جاسم، شو هالحركات. يعني على غير العاده هنا في عمان. الله اكبر. على غير العاده عمان تعتبر منطقه هادئه لدرجة انه يعني في الطرقات ممنوع الكلاكسون، ممنوع في الهرن، ممنوع لدرجة انه العمانيين يبغوا الهدوء، ما يبغوش كاع الازعاج ابدا. فهذه العاصمة هادئة، فما بالك المدن الاخرى. الا انه هذا المكان يتميز بالهرجة كما نقولوا، والناس هنا تجي من اجل التطفيح، تفطيح والتطعيس. راني نعرف التطعيس معناها يجوا، يعني واحدة من الهوايات تاعهم انه يجيبوا السيارة تاعهم الفور ويل، يعني رباعية الدفع، ويجوا يلعبوا هنايا مثلا، يلعبوا في الرمله، يعني في الطعوس. الطعوس هي الهضاب هذيك تاع الرمله، ويلعبوا فوقها بالسيارات، يطلعوا يهودوا، يعني فيها هذيك كما شفناها في قطر. يعني بالك تشوفوا هاولين هنايا يطلعوا. وهكذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا، الحلقه الاولى من عمان. مازال السلسله متواصله، نتلاقوا في الاسبوع القادم يوم الجمعه ان شاء الله. ما تنساش قبل ما تخرج تخلي لي لايك وتعليق، وتنشر الفيديو مع أصحابك، وتشترك إذا ما كنتش مشترك في القناة. فهذه الأشياء تساعدني باش نواصل. شكرا لكل واحد وصل لهذه النقطة الأخيرة من الفيديو. معليا غير نقولكم سلام.